بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. موضوع هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام هو مرض الحصات وعسر البول. نسأل الله بحق الحسين أن يشافي ويعافي جميع المرضى إن شاء الله. ضيفي الكريم الخبير في طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، الباحث الإسلامي سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، حياكم الله شيخ. الله يحفظك وإن شاء الله. إن شاء الله حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا العزيز، الله يبارك بكم إن شاء الله. سماحة الشيخ، السؤال الأول، ما هي الأسباب التي تسبب الحصات وعسر البول لدى الإنسان؟ نعم، نحن عندما نأتي إلى قضية الحصات وعسر البول، خب الحصات هي معروفة عند الناس أن هذا يبتلي حصوة مثلا في كليته، أو يبتلي حصوة في المثانة، أو يبتلي حصوات في المرارة، يوجد هذا معروف عند الناس. نعم. لكن عسر البول مثلا، سبب عسر البول بالأخص إذا الإنسان قد ناهض 50 من عمره، إذا وصل إلى عمر 50 تتكاثر على الإنسان البرودة. نعم. يصير نوع من عسر البول عنده. ممكن إحنا نقول، وإن كان بحسب التجربة رأينا هذا الشيء في ذاك الزمن يعبرون عليه بعسر البول، لكن الآن يعبرون عليه بمرض البروستات، أنه يبتلي الإنسان بعسر في بوله، سبب أن هذه البروستات تكبر، يعني زيادة عن المجاري البولية تنسد. نعم. الإنسان ما يقدر يتبول براحة. هذا أكثر وين تجي لك من 50، الآن بزماننا حتى نزل أقل من 50 قام يصير، يعني 45. صحيح. 45 كذا قاموا يبتلون بهذا المرض، نستجر بالله. لكن إن شاء الله نتكلم عن البروستات، الآن نتكلم عن الحصات. لكن أسباب الابتلاء بها شيء واحد في روايات أهل البيت، شنو جانب الحصات؟ لماذا الإنسان يبتلي في كلاه مثلا بالحصاة، ولماذا يبتلي بعسر البول أو البروستات؟ لا. شو السبب؟ عندما نأتي إلى الأسباب، أولا السبب الأول في روايات أهل البيت هو الجماع مع امتلاء المعدة. نعم. يعني يأتي ويقارب العملية المقاربة الجنسية والمعدة مليانة بالطعام. نعم. ممتلئة بالطعام. ولهذا عندما نأتي في الرسالة الذهبية المنسوبة للإمام رضا عليه السلام، قال لا تقرب النساء من أول الليل صيفا، أول الليل بالصيف، ولا شتاء، ولا الشتاء يعني تتقارب، وذلك لماذا؟ يقول لأن المعدة والعروق تكون ممتلئة وهو غير محمود، ويتولد منه القولونج. نعم. أي القولون المعروف عند الناس. نعم. وبعد والفالج، الفالج يعني ممكن يصير انشلال، شلل نصفي. إيه، شلل نصفي يصير عند الإنسان، يعني هذا يجي يعني نتيجة للسكتة ممكن تقع في الدماغ. صحيح. والإنسان يصير وياه شلل نصفي. وبعد واللقوة، يعني الفم يجي على جانب. نعم. هذا يبتلي الإنسان، ممكن يعني الإمكان موجود، يعني يرتفع هذا الإمكان أكثر بهذه الحالة. والنقرس، النقرس يصير نوع تورم وين؟ بالمفاصل. نعم. بالأخص مفاصل الأقدام عند الإصبع الكبير، يبتلي الإنسان بهذا المرض. والحصات يبتلي بيش؟ بالحصوة. يقول منين جت لي؟ خذها طبيعة عادي، يعني يومية عند هذا الطبيعة موجودة، إدمان عنده على هذا العمل مستمر، أنه يمتمى امتلأت البطن ذهب إلى المقاربة الجنسية، وهذا يسبب الابتلاء بهكذا أمراض، يعني يرتفع الإمكان أكثر من غيره ويبتلي الإنسان بهذا المرض. لكن احنا نقول، ممكن سؤال يجي للمشاهد يقول أفضل الساعات ممكن متى يكون عند الإنسان أن يقارب الجماع مثلا، يمتى يكون أحسن، بيا ساعة من الليل أفضل؟ شوف، هناك توجد أربع مراحل للهضم، لهضم الطعام.
يعني الآن الشيء اللي رائج يقول الهضم الأول المعدة فقط، بينما في الطب القديم كان يقولون أكو أربع مراحل للهضم. الهضم الأول يقع في المعدة، وإن كان أستاذنا الدكتور خيرنديش يشير يقول الهضم الأول يقع في فم الإنسان. نعم. يقول هذا هضم الأول، لأن مع هذا الهضم يوجد ماء الريق وهو نافع للهضم، ينخلط مع الطعام ماء الريق ثم يكون هضم الأول هذا. ولذا شنو ما ازدادت نسبة ماء الريق مع الهضم الأول في الفم، نعم، الهضم في المعدة يكون أسهل. فإذا الإنسان يكون يمضغ الطعام أكثر حتى هذا يعبرون عليه بالهضم الأول، وإن كان المعروف هو الهضم الأول يقع وين؟ في المعدة. هذا الهضم الأول، ثم ينتقل من المعدة، وفضول الهضم الأول يكون المدفوع أجلكم الله. هذا الهضم الأول، ثم الفضول يخرج بالمدفوع، يذهب هذا الهضم يذهب إلى ناحية الكبد، يقع هناك طبق عمليات دقيقة وحساسة وعويصة إلى أن يتبدل إلى قضية ماذا؟ الدم. يقولوا له هذا الهضم الثاني، الهضم الثاني وين يقع؟ يقع في كبد الإنسان. هذا الهضم الثاني. الهضم الثالث وإن كان مدفوع هذا، يعني الفضولات للهضم الثاني يكون البول. فضولات من هضم الثاني يكون البول. ثم تأتي إلى الهضم الثاني الثالث من بعد ما انهضم في كبد الإنسان، يخرج هذا الهضم يذهب إلى الهضم الثالث، يقع الهضم يكون في العروق. وفضولات العروق يكون تعريق الإنسان، يقوم يبدأ يتعرق. هذا يعتبر في طب القديم، يعني ممكن طب الحديث ما يقبل هذه الأمور أصلا. بينما هذه تجارب، التجربة موجودة، التجربة فوق العلم، يعني الشيء الذي يكون مجرب عند ما عرف 4000 سنة يجربون قضية، بعد حتى لو مليار سنة هم يمر على هاي القضية، ما دام هي تجربية وهي من العلوم الحقيقية ما تتغير بتغير الزمان. صحيح. القضية ثابتة لأنها من الأمور الحقيقية. المهم الهضم الثالث في العروق، ويجي لك الهضم الرابع من بعد هضم الثالث، يقع الهضم الرابع في أعضاء الإنسان. هاي الهضم الأخير. الآن نحن عندما نريد أن نباشر القضية الجنسية متى يكون أفضل؟ يقول بعد الهضم الأول والثاني. نعم. كم ساعة يمر على الهضم الأول والثاني؟ خلال 3 إلى 4 ساعات. يعني إذا الإنسان أول الليل أكل الطعام تقريبا يمر عليه 3 إلى 4 ساعات حتى المعدة تكون فارغة من الطعام، ثم يقارب المقاربة الزوجية. وهذا أفضل وقت لماذا؟ للمقاربة الزوجية، حتى لا يبتلي الإنسان بماذا؟ بالحصى في كليته، أو بالفالج، أو باللقوة، أو بالنقرس، هذه الأمراض التي توجد في قضية امتلاء المعدة والمقاربة الجنسية. فإذا نحن نقول هذا، أولا نقول أن من أسباب ابتلاء الإنسان بالحصى في كليته ما هو؟ الجماع مع امتلاء المعدة، الجماع مع امتلاء المعدة. هذا الأول عند روايات أهل البيت. الدليل الثاني في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ليش الإنسان يبتلي في كليته؟ كثير من الناس لا تراعي هذه الأمور، لو تراعي هاي الأمور أصلا رجعت وجه الطبيب ما يشوفون الناس. صحيح. كثير من الناس، السبب شنو؟ قضية حبس المني عند نزول الشهوة. بعض الناس هسه يريد أن تجي له أكثر حالة من اللذة الجنسية، بعضها كذا عندهم، هذا يحبس المني، حينما يحبس هذا المني هذا يولد الحصى في الكلية. نعم. ويولد البروستات عند الإنسان، يصير عنده انحصار بول. ولهذا ورد في الرسالة الذهبية للإمام الرضا سلام الله عليه، قال من أراد أن لا يجد الحصات وعسر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة. لا يحبس هذه الحالة، يعني الآن تريد الطول باللذة هو يحبس نفسه، وهذا يبتلي بإيش؟ يبتلي بالحصوة في كليته، ويبتلي بالبروستات. نعم. يعني من عوامل، ممكن واحد يسأل عوامل البروستات شنو؟ نقول من عوامل البروستات أن يحبس الإنسان المني، وهذا يجي ضغط عليه من على هاي الغدة،
غدة البروستات، يجي عليها ضغط إلى أن تضعف تضعف إلى أن يجي لها حالة من التورم، تقوم تورم والسد مجاري البولية على الإنسان ما يقدر يتبول، يصير له عسر البول. فإذا من الأمور التي تجر إلى قضية عسر البول ما هو؟ هو قضية أن الإنسان يكون يحبس المني عند نزول الشهوة. نعم. ثالثا الأمور التي تسبب الحصات أو تسبب عسر البول كذلك، الجماع من غير إهراق الماء. هسه بعض الناس هيك ما عرف، هسه حتى قضية المسألة شرعية هي، يعني تصور إذا أهرق الماء هذا يجب عليه الغسل، بينما لا، بمجرد أن التقاء الختنين يقع، بمجرد الدخول فيقع الوجوب الغسل. البعض يريد يتصور، يعني بعض هيك يتصور عند نفسه، يتصور أن إذا ما دام الماء ما يخرج من عندي فإذا أنا مو واجب عليه أغتسل، فإذا يحبس خروج الماء من نفسه. هذا حبس خروج الماء من النفس يجعل أن المليء يتردد في مجاري البول ويتردد في الكلية ويتبدل إلى حصى في الكلية. ولهذا عندما تأتي في رواية الإمام الرضا في الرسالة الذهبية قال الجماع من غير إهراق الماء على أثره يوجب الحصات. يعني إذا الإنسان ما يهرق الماء من نفسه هذا يسبب تردد البول في مجاري البولية، يسبب الحصوات عند الإنسان، وكذلك يسبب حصر العسر البول وهو البروستات، في زماننا هذا يعبرون عليه البروستات. وبعد من الأمور التي تسبب الحصى في الكلية يقول ترك البول على الجنابة، وهذا جدا مهم، وأكثر الرجال لا يراعون القضية. نعم. يتعايز بالأخص في الشتاء لأن الجو بارد، يقول لك الآن أنا تالي أروح أسبح، ويبقى من بعد القضية الجماع ما يروح يتبول أجلكم الله. نعم. لأن أكو يتردد المني في مجاري البول، هذا بقاء في مجاري البول يسبب الحصى، هذا يبقى إلى الصباح نائم ويعاود القضية ويدمن على القضية يومية يومية، شوفه من بعد مدة يبتلي بماذا؟ بالحصى. بالحصى. نعم. فإذا كوني راعي القضية. ولهذا ورد في الرسالة الذهبية للإمام رضا قال ثم انهض للبول إذا فرقت من ساعتك شيئا فإنك تأمن الحصات بإذن الله تعالى. أحسنت. يعني إذا قضيت من حاجتك رأسا. كيفية الإنسان، كيف الإنسان يقوم ويقضي حاجته؟ يقول يميل على اليمين، يميل على اليمين ثم يقوم، يعني رأسا لا ينام على ظهره. نعم. النوم على الظهر يخلي المني يتردد في مجاري البول ما يخرج بسرعة، لكن إن مال على جانب الأيمن لا بسهولة يخرج. ولهذا هذا أهل البيت يؤكدون، يقول يميل على اليمين ثم يذهب إلى من ساعته، رأسا إن قضى حاجته رأسا يذهب إلى بيت الخلاء حتى يريق هذا الزوائد التي توجد في مجاري البول. يبول، حينما الإنسان يبول هذه الزوائد هم تخرج، ويأمن الإنسان من الحصات بإذن الله تعالى. أحسنتم سماع الشيخ، بارك الله بكم. نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع إن شاء الله للأسئلة اللي موجودة عندنا إن شاء الله حول مرض الحصات وعسر البول إن شاء الله، بارك الله بكم إن شاء الله. أحبائي المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم وبرنامج طب أهل البيت، عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ضيفي الكريم سماع الشيخ أحمد دريس الإحسائي. حياكم الله الشيخ. يحفظكم وأيدكم. الله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. سماع الشيخ، موضوعنا طبعا اليوم هو الحصات وعسر البول. نعم. ما هو العلاج لدفع الحصات سماع الشيخ من الكلية والمثانة؟ نعم. الآن نحن عندما نأتي إلى العلاج الوارد عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، البطيخ. نعم. البطيخ هو أحد العلاجات، هم لقضية الحصى في الكلية، وهم لقضية ماذا؟ لقضية عسر البول. جدا. نعم. نافع للبطيخ. ولهذا روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كلوا البطيخ، شنو بيه؟
فإن فيه عشر خصال مجتمعة، عشر خصال موجود في البطيخ، وهو شحمة الأرض، هاي الشيبة اللي ما عندهم أسنانها ما يقدرون يستخدمونها، لا داء فيه، يعني بحسب الظاهر داء ما بي، نعم التكثر من عنده لكل شيء، كل شيء خرج عن حده انقلب إلى ضده. نعم. ولا غائلة، يعني شيء ما يكرهه الإنسان، وهو طعام وشراب وهو فاكهة وريحان وهو إدام ويزيد في الباه، بالأخص عند هؤلاء اللي عندهم ضعف في النطفة يزيد في باه الإنسان، ويغسل المثانة ويدر البول. هذا غسيل، يكون غسيل كذلك للمثانة وغسيل للكلية، ما يوجد في الكلية بواسطة هذا الغسيل يخرج مع خروج الماء البطيخ، أو أن البطيخ يسبب أن الإنسان يبدأ الإدرار بكثرة يدر البول أكثر من اللازم، هذا يكون غسيل حتى التهابات الموجودة. أكو يعني كان عندي مريض كان عنده التهاب في هذا الجانب، بس وصيته في قضية البطيخ وتجي له قضية الفجل، أعطيته غسل الكلية وغسل المثانة، ارتاح خلال 3 أو 4 أيام، ما شاء الله ارتاح من هذه الالتهابات التي كانت موجودة. فإذا البطيخ هو أحد العلاجات لقضية الحصى، لحيث أنه يغسل الكلية ويغسل المثانة، توجد التهاب، يوجد رمل في الكلية، هكذا يخرج بواسطة هذا الغسل الذي يقع بواسطة البطيخ. كذلك حتى ورد في رواية أخرى في روضة الواعظين قال ويذيب الحصاة في المثانة، يعني حتى الحصوة إذا صير بالمثانة، وأقوى الحصاة تكون في المثانة. نعم. حتى ورد يقول يذيب الحصاة، فإذا هذا إلى قوة لذوبان الحصوة التي تكون إما في الكلية وإما تكون وين؟ في المثانة. نعم. له قوة على إذابة، كذلك كما أنه غسيل للمثانة غسيل للكلية له قوة على أن يذيب الحصوة. هذا العلاج الأول. وأما العلاج الثاني الفجل. الفجل وما أدراك ما الفجل. الفجل قال فقد روى البرقي من عدة من أصحابنا عن حنان قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام على المائدة فناولني فجلة، انطاني فجل. نعم. فقال لي يا حنان كل الفجلة فإن فيه 3 خصال. ما شاء الله. الفجل بيه 3 خصال. والله خلينا نشوف شنو هالخصال الموجودة، يعني هذا غير ما ورد بالتجارب العلمية، يعني نحن نتكلم أهل البيت شارة وممكن إلى زاوية من الزوايا المنفعة. الآن إحنا على طول الحلقات إذا تكلمنا عن خاصية لبعض الأطعمة هذه زاوية من زوايا الفوائد التي جرت على لسان أهل البيت. صحيح. ولا بحسب التجربة ممكن شوف فوائد كثيرة، لكن أهل البيت شاروا إلى زاوية من الزوايا. نعم. سلام الله عليهم. ولهذا يقول في الفجل 3 خصال. ورقه يطرد الرياح، الرياح تصير في بدن الإنسان، مرات تصيب قلب الإنسان، الإنسان يتصور أن هذا آلام في قلبه أو مثلا عنده ضعف في قلبه أو جاع قلب، لكن هي مو أوجاع القلب، هاي بخارات المعدة تضرب إلى ناحية القلب، الإنسان يتصور أنها ألم في قلب، لكن إجت منين؟ إجت من المعدة. من المعدة. الأرياح شوف تنتقل من مكان إلى المكان، أو الأرياح في الكلية، أرياح في جميع البدن ممكن الإنسان يخرجها بواسطة ماذا؟ بواسطة الفجل. ورقه يطرد الرياح ولبه، هاي اللب، لب الفجل هذا اللي بعد معروف يأكلونه أكثر الناس، ولبه يسربل البول، يسربل البول وأصوله تقطع البلغم. ما شاء الله. يعني إذا يسربل البول معناته شنو؟ يعني يكون غسيل للكلية، يعني إذا يوجد رمل في الكلية أو حصوة بالكلية تكثر من هذا يسبب أن الإنسان أكثر يتبول ويخرج الرمل أو الحصوة من داخل الكلية. كذلك نستطيع البزر، بزر نفس الفجل، تجيبه وتفوره في مقدار من الماء والصفي. نعم. ثم تشرب من عنده، بس كثير ما يكون تصل لأنه هو جدا حار، وممكن إذا واحد عنده مشكلة في المعدة يصيبه بالحرقة. نعم. ولهذا إحنا ما نوصي كل أحد، إذا كنا نشوف المريض حتى نشوف أن هذا العلاج نافع له
لو مو نافع احنا نعم. بصورة كلية نقول هذا العلاج لفع كذا من المرض للإنسان السالم اي نعم للإنسان السالم اللي عنده مشكلة مثلا في المعدة ممكن يصير يسبب حرقة او مثلا عنده قرح في المعدة ممكن يتأذى نعم. فاذا احنا ما نوصي لكل احد يستفاد هكذا لكن حسب اللي يقدر معدة سليمة عنده يقدر يستخدم هذا العلاج فاذا احد العلاجات بعد قضية البطيخ قضية الفجل وبعد من العلاجات ممكن هذا العلاج يرجع إلى عقيدة أحد العلاجات سورة الانشراح ما شاء الله سورة الانشراح التي وردت عن أئمة أهل البيت في مستدرك الوسائل المجلد الرابع إجت القضية قال إن شرب مائها يفتت الحصات شي يعني الآن أنت وين تلقى أن أنت تكتب سورة من السور سورة من السور هذا يحتاج إلى عقيدة العقيدة العقيدة في هذه الأمور تكفينا عن سائر العلاجات صحيح. إذا الإنسان صار عنده عقيدة بالله عليك لو يطبق هذه الرواية لقضية تفتيت الحصات لوصل إلى مقصوده الآن فإذا نقول بالعقيدة بيش يقول إن شرب مائها يفتت الحصى يعني شلون شرب ماءها يعني تكتبها بزعفران في ظرف وتريق عليها الماء بالأخص إذا كان ماء المطر بعد هذا أفضل نعم. تريق عليها الماء وتشرب مائها بنية ماذا؟ بنية أن تحطم الحصات في الكلية نعم. ولهذا يقول إن شرب مائها يفتت الحصات ويفتح المثانة ممكن يصير انسداد هذا يفتح الطريق وبعد وينفع من البرودة ممكن صايب الإنسان برودة في الكلية أو صيب الإنسان البرودة في المثانة أو سائر أعضاء الإنسان يقول يدفع البرودة عن الإنسان نعم. فإذا هذا العلاج يحتاج إلى عقيدة بدون عقيدة لا يمكن أن الإنسان ممكن يستخدم باكر واحد جاء قال شيخنا ما جبنا النتيجة وإحنا كثير من الأشياء ما نشوف النتيجة لأن سببها شنو؟ سببها أن أكون نوع من الضعف الاعتقادي موجود وإلا هذا الضعف الاعتقادي إذا هو مرفوع بالله عليك هذا الدواء يكفيك لا تحتاج لا إلى بطيخ ولا إلى فجل ولا إلى أي دواء في العالم هذا الدواء يكفي الإنسان لكن يحتاج إلى عقيدة لماذا؟ لأن الشفاء بيد الله إن أراد الله يجعل شفاءك في هذا أطلب من الله الشفاء صحيح. إذا تريد أي علاج تستخدمه أول صلي لك ركعتين وادعو قل له يا الله جعل الشفاء في هذا العلاج يشوف الله هو المشافي أكيد. هو اللي يعطي الشفاء فإذا الله ينطيك الشفاء إن شاء الله. فإذا سورة الانشراح الأمر الثالث وهو دواء عجيب دواء عجيب وهو على طريقة الإمام الرضا سلام الله عليه وما يسمى كان آنذاك في زمن الإمام الجواد بدواء الإمام الرضا دواء الإمام الرضا سلام الله عليه كان مسمينه ذاك الوقت الشيعة كلها تعرفه ولهذا روى ابن بسطام عن محمد بن الناظر ولد أبي جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه قال شكوت إليه ما أجده من الحصات بويا أنا عندي مشكلة حصات مثل الآن أنت ممكن تقدم الشكوى هذا اشتكى عند الإمام من الحصات فقال ويحك أين أنت عن الجامع دواء أبي؟ ما شاء الله. الإمام الجواد قاعد يقول أنت وينك عن دواء الإمام الرضا؟ أدي أشوف هذا الطب الرائج يعرف دواء الإمام الرضا لو ما يعرفه قطعا ما يعرفه لأنه طبق هذا الطب كله وأخذ بالطب الحديث نعم. لكن خلي يستخدمها إحنا ما نقول يعطل هذا الطب هذا الطب إلى منافع لا ننكر منافع هذا الطب لكن نقول في جنب هذا الطب هم استخدم هذا العلاج الذي ورد عن أئمة أهل البيت قال ويحك أين أنت عن جامع دواء عن الجامع دواء أبي وينك عن دواء الإمام الرضا أبويا إمام الرضا فقلت يا سيدي ومولاي أعطني صفته أبويا ما أعرف أعطني الصفة مالته فقال هو عندنا يا جارية أخرجي البستوقة الخضراء قطعة من الخام هسه مخلينها بيها نعم. قال فأخرجت البستوقة وأخرج منها مقدار حبة فقال اشرب هذه الحبة بماء السداب أو بماء الفجل المطبوخ فإنك تعافى منه بمجرد أن يجيب الفجل ويطبخه ويأخذ الماء
ويخلي هذه الحبة بمقدار حبة من هذا الدواء ويخليه داخل هذا الفجل أو ماء السوداب. يقول فشربته بماء السوداب فوالله ما أحسست بوجعه إلى يومنا هذا، يقصد إلى زمانه هو. فإذا هذا أنا هذا الدواء جربته على كثير، هذا شخصا أنا جربت هذا الدواء على كثير اللي كان عندهم حصوة في الكلية. ممكن هذا الدواء يسبب تكليف للإنسان، يعني ممكن ما يعرف بعض الأدوية، لكن اللي يحب يعني من المشاهدين نستطيع أن نجهز له هذا الدواء، باعتبار أن هذا الدواء يكلف الإنسان ويحتاج إلى خبرة صناعة هذا الدواء، يحتاج إلى نوع من الخبرة. لكن لا بس أشير إلى سرعة إلى أجزاء الدواء فقط. نعم. إيه كما أنتم ماذا تقولون إذا أكو وقت عندنا؟ نعم وقت موجود. إيه وقت موجود. الله يحفظكم إن شاء الله. الآن نحن عندما نأتي إلى الدواء. قال شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام برد المعدة، في لأن هذا الدواء هم نافع للمعدة. نعم. وهم نافع للخفقان. وهم نافع للدغ العقرب، إذا الإنسان يلدغ عقرب دواء هذا. نعم. بسرعة بمجرد أن يشرب هذا الدواء السم ما يأثر به، يعني من العجائب من الإمام الرضا سلام الله عليه، حتى بالتجربة نحن رأينا هذه التجربة. هذا قال لأبويا عندي مشكلة بمعدتي وعندي خفقان، قلبه عنده خفقان، قال لي قال أين أنت عن دواء أبي وهو الدواء الجامع؟ قلت يا ابن رسول الله وما هو؟ قال معروف عند الشيعة، الشيعة تعرف هذا الدواء. قلت سيدي ومولاي فأنا كأحدهم، فأعطني صفته حتى أعالجه وأعطي الناس. قال خذ هاي بس أجزاء الدواء أقولها. نعم. لكن التركيب لأن هذا يحتاج إلى خبرة باختصار سمع الشيخ. لأن الوقت خذ دا. زعفران. نعم. وعاقر قرحة وسنبل وقاقلة يعني هذا الهيل وبنج وخربق أبيض وفلفل أبيض وأجزاء سواء وأبرفيون جزئين، يدق ذلك كله دقا ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعجن بحريرة يعجن بضعفي وزنه عسلا منزوع الرغوة، فيسقى منه صاحب الخفقان الفؤاد ومن به برد المعدة حبة بماء كمون يطبخ فإنه يعافى بإذن الله تعالى. فإذا هذا صفة هذا الدواء. فإذا هناك ممكن أكو بعد عندكم سؤال أو إذا أكو أحسن تبارك الله بكم. الوقت داهمني سماحة الشيخ. أنا بخدمة الله يبارك بكم إن شاء الله ويزيد في توفيقاتكم إن شاء الله. الله يحفظك ويجزاك. سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي شكرا جزيلا. خدمتكم حبيبي الله يحفظك إن شاء الله. نعم أحبائي المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت. نذكركم كما عودناكم في جميع الحلقات أن نذكركم في ختام كل حلقة، فإذا كان عندكم أسئلة واستفسارات إن شاء الله تزورون صفحتنا الموجودة على الفيسبوك باسم الرادود والإعلامي حسين الأميري. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت.